رقم واحد، اللي لو كان عندنا منتجين سينما حقيقيين زي ال 40 او 50 سنه اللي فاتت كنا ممكن نعمل منها ربع فاتن حمامه. مش هبالغ عشان لو قلت فاتن حمامه ببالغ. رقم واحد هي حبيبه قلبي منى شلبي. قبل ما اتكلم عن منى شلبي كممثله او قبل ما اتكلم عن التكنيك التمثيلي بتاعها، هبدا من حاجه تانية خالص او حاجه مختلفه خالص. هتكلم عن قدرتها المذهله او الرائعه على الناريشن او السرد. ايه هو الناريشن؟ الناريشن او السرد يا جماعه اللي هو ممثله او ممثل بيعلق على احداث الفيلم. وانا في رايي برضو ان احسن واحده في التاريخ، في تاريخ السينما المصريه والعالميه، كانت بتعمل سرد او ناريشن بطريقه ممتعه جدا فاتن حمامه. استمتعوا بالناريشن بتاع منى شلبي في فيلم الاصليين، استمتعوا بقدرتها الرائعه والمذهله وانتوا بتسمعوا صوتها حتى من غير ما تشوفوا وشها على الشاشه. برافو منى شلبي. بدايه عشق لمنى شلبي كممثله بدات من دورها في فيلم نواره. باختصار يا جماعه، انا عشقت منى شلبي من بعد ما اتفرجت على فيلم نواره.